السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنحضر الافطار بتاعني بربع كيلو لحمه مفرومه وبنص صدر فرخي. ان شاء الله هنعمل بيهم وجبه الافطار تكفي 6 افراد. هنعمل منهم اكلتين، ان شاء الله يكون لك اكلتين حلوين كده ومودرن. عندي هنا ربع مفروم وعندي صدر فرخي وعندي بصل، بصلة واحدة مبشورة في الكبة. أول حاجة بنات هاخد كده حوالي معلقتين من اللحمة بنات عشان إيه أحشي بيها الصدر الفرخي. هاخد معلقتين من اللحمة المفرومة عشان نحشو بيهم صدر الفرخة، والباقي بنات دي هنعملوا إيه؟ كفتة، نعملوا كفتة رز. يلا بينا كده على البوتاجاز. حطيت بصلة عشان أعصج اللحمة. اديني بنات انا حطيت بصل على البوتاجاز عشان اعصر فيها اللحمه عشان احشيها وكده بصدر الفرخي. معلقتين بس من اللحمه انا هحط لهم اهم يا بنات. حط عليهم يا بنات ربع معلقه من الفلفل الاسود اهي، وحط عليهم ربع معلقة من البهارات، بهارات لحمة. وهجيب يا بنات اقطع عليهم كده حتة فلفل اخضر. بس كده عشان الفلفل اللي معايا نحامة. هحط عليهم ربع معلقة من الملح وأعصرهم وأسيبهم يبردوا، وكمان إيه فردت الصدر بتاعي. كده اللحمة بنات اتعصجت وهي لسه هتستوي تاني مع الفرخة، يعني مع صدر الفرخة. هو نص صدر يا بنات، أطفي عنها كده وأسيبها تبرد. بعد ما احنا عصجنا معلقتين اللحمه هجيب دلوقتي الصدر بتاع الفرخي. هو نص صدر، هو زي بنات زي ما قلت لكم هبتدي كده افتحه بحيث ايه افرده، يعني اهو يا بنات كده اهو شايفين اهو كده انا فردته زي ما انتم شايفين يا بنات. هجيب القطاعه وهجيب كيس من النايلو، كيس بلاستيك يا بنات، وهنزل كده بالصدر بتاعي اهو، واضغط كده عليه بالكيس التاني وبايدي الهون او اي حاجه، وتضغط تدب كده عليها بحيث انك تفرديه اكتر من كده. انا بنشابه يا بنات وهاخده كده بالشكل ده. كده يا بنات اتفردت معايا زي ما انتم شايفين. هركنها كده على جنب. هجيب البصلة يا بنات اللي انا فرماها اهي، وهجيب طبق شايفين يا بنات، وهعصر المية من البصلة اهي. انا هاخد التفل بتاع البصلة هحطه على اللحمة عشان اعمل بيها كفتي، والمية هتبل بيها صدرية الفرخة دي اهو. كده انا عصرت يا بنات الميه بتاعت البصل زي ما انتم شايفين. اجيب هنا عليهم ربع معلقه من الفلفل الاسود، وعليهم ربع معلقه بهارات فراخ،
وربع معلقة من الملح واقلبهم كويس. وانزل يا بنات عليهم معلقتين من الحليب بس كده، واقلبهم كويس، واجيب الصدر بتاعي كده واسيبه حوالي كده. اكون انا عملت الكفتي، يكون هو ايه اتبل شوية من التتبيلة دو مية البصل، هركنه كده على جنب. هجي دلوقتي يا بنات اعمل كفتي، ده اللحمة وده التفل البصل اللي احنا حطيناه عليه. هنزل كده بمعلقة عليه من بهارات الكفتة دي بنات، بهارات كفتي. وحوالي كده ربع معلقة من بهارات اللحمة اهي بنات، وسنة كربونانتو خفيفة خالص يعني اهي بنات، يا رب تكون واضحة، اقل من ربع معلقة. وحط عليهم معلقة من الملح، ملح بشطي بنات. وانزل عليهم عندي رز غسلاه حوالي كده كوباية شاي صغيرة من الرز، غسلاها ونقعته حوالي كده نص ساعة وصفيته اهي بنات. وفي الكبة بنات، وكلهم كده على بعض اضربهم في الكبة. خد الكبة بنات، ده كان انا فرمت البصلة فيه اهو، بسم الله، وفرمهم كده فرمة كويسة. ولو اتزنقوا عندي في الكبة احط لهم نقطة زيت. شوية بشوية كده كده بنات انا فرمت الكفتة بتاعتي اهي بالرز زي ما انتوا شايفين. كان عندي حبة كزبرة فرمتهم عليها، هعجنهم دلوقتي كويس في بعض. انا عجنت العجينة بناتها كويس كده، كل المكونات دخلتها في بعضيها وهي بالايد زياد اهي بنات. واقطع واسيبهم ايه، اقطعهم واسيبهم في التلاجة ياخدولهم كده نص ساعة واقليهم اهو يا بنات. اخلص منهم اغطيه واحطهم في التلاجة، وابتدي اعمل ايه في الصدر بتاعي عشان احطه في الفرن قبل المغرب ما يأذن ان شاء الله. انا صبعت الكفتة بنات وحطيتها في التلاجة، عملت حشيت الفرخة بتاعتي. هجيب القطاعة او اي حاجة يعني تفردي بيها، شايفين يا بنات المية اللي بكان الفرخة داي بتاعت البصل، هجيب فيها كده بقطع بصل عشان اسويه، وبطاطس اهو كده فيهم وانقحهم فيهم، خليهم كده يشربوا منها عشان اسويهم كده يبقوا جار السدر بردك، هيدوله منظر وهيدوا طعم بردك اهو. قرن فلفل يا بنات اقلبهم كده. واجيب الحشوة بنات بتاعي اهو كده،
يا بنات، وحاول كده ألم الحشو كله من جوا بالشكل دي. اهو يا بنات، اهو اهي بنا بالشكل دي تها. وحاولي بنات امسكها كده بالخلي بتاعت اسنانها هاي، يعني هي ماسكة نفسها برضه. حابة تلفيها برضه بخياط، لفيه اهي. يوم تستوي الخلات طبعا دي هنشيلها، اي حتة مفتوحة يا بنات كده هقفلها كويس بالخلي من جميع الجهات. اهي بنات كده هي ماسكة نفسها وحلوة خالص اهاي. هيك دلوقتي هاخدها على البوتاجاز، احط معلقة سمنة او زبدة في تحطيها على النار، وعشان نديها تشويحة كده عشان تاخد لون حلو، وبعد كده نحطها في الفرن. هجيب الطاسة بنات على النار وحطيت فيها معلقة من السمنة، خدت اللون اهو الذهبي حلو معاي. هطلعها في الصينيه اللي انا هسويها فيه، وانزل بالخضار ياخدوا برضه تشويحه بكامل كده، البصل والبطاطس والفلفل تشويحه خفيفه، هما لسه هيستووا في الفرن. تحطين كده معلقة ملح، ربع معلقة من الكاري تديهم طعم حلو وريحة حلوة. وقلبهم كده. هذه حيوانة جميلة خالص بتاعت الخضار، حط عنهم هم خدوا اللون الحلو اللي موجود معايا، وهم لسه يعني مستويش بس خدوا اللون الذهبي الحلو دي. اهي بنات وفضيهم كده حوالين الجذر. واخدهم دلوقتي على الفرن، هشغل الشعلة اللي من تحت بس واسيبها على نار هادية كمان لحد ما يستوى، وبعد كده ان شاء الله نطلعهم على التقديم ونبتدي نعمل الكفتة بتاعتنا. وادي يا بنات الاكل جهزناه خلاص، بربع كيلو لحمه مفرومه زي ما قلت لكم، ونص صدر فرخي اهو زي ما انتم شايفين. الكفته هي بنات جميله خالص اهي زي ما انتم شايفين. وادي صدر الفرخه اهو اللي احنا عملناه اهو، والخضار اللي احنا عملناه معاه جميل خالص اهو يا بنات. وعملنا السلطه، وادي الرز كان باقي الرز عندي في الثلاجه. وعملنا الافطار النهارده بنص مفروم ونص صدر، ربع مفروم ونص صدر فرخي. ولو عجبتكم طريقتنا النهارده في عمل الافطار الصعيدي ما تنسوناش في الاشتراك واللايك.